بطريقتها الخاصة احتفلت روسيا باليوم العالمي للعمال، احتفالات جمعت بين الفرحة بالربيع وأمل تحسين ظروف العمال. أكثر من 70,000 شخص شاركوا في عدة مظاهرة بهذه المناسبة التي دعت إليها النقابة العمالية والكتل السياسية. آمل إن شاء الله أن أستمر في العمل وألا يتم تسريحي من المصنع، لأني هنا منذ سنوات طويلة جدا أتمنى السلام والاستقرار في بلادنا وعبر العالم. المشاركون أكدوا رغبتهم في تأمين الوظائف للجميع وتحقيق حياة أفضل وحماية حقوق العمال في المؤسسة العامة والخاصة بعيدا عن الاستغلال. هذه السيدة تقول: الجو هذا اليوم ممتاز، إنها عطلة بالنسبة لنا، بداية لشيء جديد مشرق وسعيد. من جهته شارك حزب الرئيس فلاديمير بوتين روسيا الموحدة في هذه التظاهرة العمالية. عيد الأول من مايو أيار يحمل في روسيا حاليا اسم عيد الربيع والعمل.